هل من الضروري أن نخلع الحذاء قبل دخول المسجد؟ وهل الحكمة من خلع الحذاء مجرد الحفاظ على فرش وسجاد المسجد أم هناك أسباب أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، هل من الضروري أن نخلع الحذاء قبل دخول المسجد؟ وهل الحكمة من خلع الحذاء مجرد الحفاظ على فرش وسجاد المسجد أم هناك أسباب أخرى؟ الحقيقة الله تبارك وتعالى عندما نادى سيدنا موسى عليه السلام ماذا قال له؟ إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المطهر إنك بالوادي المقدس طوى. المسجد مكان مقدس أيها الأحبة، فلا يجوز أن تدخل إلا إذا خلعت الحذاء. في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانت الرمال تطهر أسفل الحذاء أو النعلين، ثم إن نسبة التلوث كانت أقل بقليل جدا، وانتشار البكتيريا كان أقل بكثير جدا، لذلك كانت الصلاة بالحذاء أو بالنعلين مسموحة فقط إذا تأكدت أنه ليس فيهما أذى. طيب اليوم نحن دعونا اليوم، ماذا يقول العلم الحديث؟ ماذا تقول الدراسات العلمية؟ الحقيقة أيها الأحبة، جامعة أريزونا في عام 2014 قامت بدراسة لطيفة جدا من نوعها ومهمة، مهم أن نعلمها أيها الأحبة ونطبقها في هذا العصر، عصر الوباء، وبخاصة في بيوتنا. هذه الدراسة فحصت أسفل النعلين لعدد كبير من الناس، ووجدت أن جميع الأحذية أو نعلي الأحذية تحتوي على بكتيريا ضارة وأحيانا خطيرة، مثل بكتيريا الإيكولاي التي تسبب ذات الرئة، تسبب نزلات معوية أو اضطرابات معوية وأمراض أخرى. كذلك الآن نحن في عصر وباء كورونا، فإنسان يمكن أن يعطس، إنسان ممكن أن ينتقل هذا الفيروس إلى الأرض فيعلق بالحذاء، ومن المعروف أن هذا الفيروس لا يموت مباشرة، يبقى لفترة من الزمن. فإذا ما دعست بالحذاء داخل المسجد على بساط أو سجاد أو فرش المسجد، وأتى شخص ووضع جبهته مكان دعس الحذاء، فإنه من المحتمل بنسبة كبيرة جدا أن يتسرب أو أن يصاب هذا الإنسان بالبكتيريا الضارة وببعض الفيروسات الخطيرة التي تعلق في وجهه أو في جبينه، وقد يستنشقها لأنه في مكان قريب وملاصق للسجاد. إذن من الضروري جدا أن تخلع الحذاء قبل الدخول إلى المسجد. شيء آخر أيها الأحبة وخطير، أخطر ما في هذه الدراسة، يقول الباحثون إن البكتيريا الجديدة القادمة من مناطق أخرى هي التي جسدك غير مهيئ لها. يعني أنا جسدي مثلا نظام المناعة لدي مهيئ لأن يقاوم البكتيريا المحيطة بي، البيئة التي أعيش فيها. أما عندما يأتي شخص من مكان بعيد، من مدينة أخرى، من دولة أخرى، لديه بكتيريا هو جسده متأقلم معها، نظامه المناعي متعرف عليها ولا مشكلة، ولكن عندما يجلب لي هذه البكتيريا فجهازي المناعي غير مهيئ ولا يتعرف على هذه البكتيريا أو الفيروسات، فمن السهل أن يصاب بها. لذلك المسجد أيها الأحبة مكان يجمع الكثير من الناس من بيئات مختلفة، من مناطق مختلفة،
ربما من بلدان أخرى، وبالتالي تجد أنه لو أن الناس صلوا في هذا المسجد بأحذيتهم ستجد مرتعا خصبا للبكتيريا المعدية، بكتيريا ضارة، فيروسات، أوبئة إلى آخره، وتحدث كوارث. لذلك نحن عندما نخلع الحذاء هو عبادة لله، لأن الله أمر سيدنا موسى عليه السلام فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، والمسجد مكان مقدس. الباحثون في جامعة أريزونا ماذا يقولون أيها الأحبة؟ يقولون ينبغي عليك أيها الإنسان أن تحافظ على سلامة بيتك وأطفالك، وألا تدخل الحذاء داخل البيت، يجب أن تبقيه خارجا، وإذا أردت أن تدخله يجب أن تغسله جيدا حتى تتأكد من إزالة كل البكتيريا الضارة العالقة به. طيب ما الذي يتعبنا؟ نحن نخلع الحذاء خارج المنزل وندخل. طيب بالله عليكم سؤال، يعني أنا أخاطب من يقول صلي بحذائك ولا مشكلة، إذا كان علماء أمريكا يحذرون من الدخول إلى البيت، بيتك، يحذرون من الدخول إلى البيت بالحذاء، طيب كيف ببيت الله بالله عليكم؟ هل ندخل فيه بأحذيتنا أيها الأحبة ونلوث هذا المكان الطاهر؟ طيب ما الذي يدريني أنا أن الحذاء ملوث؟ أيها الأحبة، الدراسة قالت معظم الأحذية التي تم مسحها واختبارها بواسطة المجهر الإلكتروني وغيره من الأدوات تبين أنها تحتوي على بكتيريا إيكولاي وغيرها، أنواع كثيرة من البكتيريا ومعظمها ضار. إذن أحبتي في الله، بيت الله ينبغي أن ننزهه ونطهره عن الأذى، وبالتالي نقول لكل من يعتقد أن الصلاة بالحذاء صحيحة نقول له إنها غير صحيحة، وإنها ضارة، على الأقل تسبب ضرر، على الأقل تسبب ضرر للمصلين، وبخاصة أنهم يجتمعون من أماكن بعيدة ويدخلون كميات هائلة من البكتيريا التي جسدك غير مهيأ للتعرف عليها. لذلك أحبتي في الله نكرر الآية الكريمة، القرآن أعطانا إشارة أنك إذا أردت أن تدخل إلى مكان مقدس ينبغي أن تخلع عليك احتراما لهذا المكان. والآن أقدس أماكن على وجه الأرض هي بيوت الله، فينبغي أن نحترمها. الشيء الثاني، علميا الأفضل والتصرف الصحيح، وبخاصة الآن نحن في عصر الوباء، ممنوع أن يدخل الإنسان بحذائه إلى بيت الله، لأنه قد ينشر هذا المرض بين المصلين، ممنوع تماما أيها، علميا أتحدث. والشيء الثالث، ينصح العلماء للحفاظ على أطفالكم وأهلكم في منازلكم ينبغي أن تخلعوا الأحذية خارج المنزل وتبقوها، أو توضع في كيس معين مثلا، أو تنظف وتدخل ورغم ذلك توضع في مكان معين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سميع عليم قريب مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.